مع ذات الملف، ويلتحق بنا الآن على المباشرة سيد عبد العزيز كعبوش المكلف بالإعلام على مستوى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة. صباح الخير سيد الكريم. صباح النور سيدتي، مرحبا بكم معنا في قسنطينة. شكرا لك إذن سيدي. فمعالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات موجود حاليا في المستشفى الجامعي في قسنطينة، ومباشرة في قسم الولادة، وراح قاعد يدور على المصلحة، ونترقبوا نتائج راح تكون عن السيارة نتاعه، وإحنا إن شاء الله راح نمشيو باش الأمور، لأنه راح ربما تكون قرارات تحمس الأطباء وكل الأسر الاستشفائية، باش معليش الصورة كانت سيئة ربما نحسنوها وتحسن من أحسن إلى أحسن، وإن شاء الله إحنا الأمل نتاعنا أنه الوحيد اللي راح يستفاد من كل هذا هو المريض، لأنه ما نقدروش نقولوا ما نلحقوش ما نمشيوش للمستشفى في يوم ما، ولهذا إن شاء الله راح تكون فيها إجراءات تحفيزية وإجراءات راح يتخذها معالي وزير الصحة، وهذا لإصلاح البيت، لأنه الإصلاح راح يعود على الجميع بالفائدة. لكن سيد عبد العزيز كعبوش، عفوا عن المقاطعة، هل تعتقد بأنه القرارات ستكون عقابية أكثر منها يعني لتشجيع؟ معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هو الوحيد اللي ياخذ، ما نقدرش عندما يتم قرار يعني التقرير بغلق هذه المصلحة والحديث هذا ما احنا يعلم به ويصرح يتكلم، لانه وزير الصحة راح موجود في المكان، وراح انا قلت لك راح ياخذ اجراءات، وهذه الاجراءات راح تصب في صالح المريض مهما يكون، راح تعود فائدة اولا واخيرا الى المريض، لانه مهما تكون. لكن لماذا وصلت الامور حتى اليوم، يعني حتى وصلت الى الاعلام؟ لانه الوضع ربما في مصلحة التوليد بقسنطينة هو وضع منذ يعني سنوات عديدة، والنساء يشتكين من هذا الامر، لكن حتى وصلت للاعلام، اين هو دوركم انتم يعني مثلا المكلفين بالاعلام؟ الاعلام عنده دور مهم وعظيم وجبار جدا، وبالاعلام نقدروا هو العيون تاع كل المسؤولين، وهو اللي ربما يخلي يطور الامور ويخليها تمشي ربما من احسن الى من اسوء الى احسن، ولهذا الوحيد اللي يقدر يقرر هو المسؤول الاول عن القطاع، هو معالي وزير الصحه والسكان واي صاحب المستشفيات، راح ان شاء الله ربما في التدخل القادمه راح نقول لكم واش الاجراءات اللي اخذها، ورغم مهما تكون هذه النتائج ومهما تكون هذه الاجراءات اللي راح ياخذها مع الوزير راح تمشي في صالح المريض، لانه الوزير اللي همه هو المريض، كي يعود المريض مليح وسعيد انا نقول باللي المسؤول الاول هو راح يكون سعيد، واذا المريض ماهوش مليح الوزير ماهوش راح يكون مليح، ولهذا الاجراءات تصب دائما في الفائده نتاع المريض اولا واخيرا. سؤال اخير فقط، هناك حديث عن نقل يعني النساء الموجودات بهذه المصلحه الى مصلحه الاستشفائيه بالخروب وربما بمصالح اخرى، متى سيتم البدء في هذه العمليه؟ كل هذا راح نعلن، راح نمدوه لكم ان شاء الله في الاتصالات المقبله، لانه مهما يعني نمشيو المريض ديبلاسي لي مالاد دون من مصلحه الى اخرى، هي دائما تصب في صالح المريض. يعني في الاخير اذا تم عفوا سيد كعبوش، اذا تم نقل يعني المريضات الى مستشفى الاستشفائي بالخروب ربما سيزيد الضغط، نفس الامر يعني. هنا ربما راح الترميم يبقى يمشي، والشونتي دو جينيكو ربما راح يكون بوتيره سريعه جدا، وراح ربما في يوم ما هذه المصلحه راح تكون ان بيجوال سيكتورال، راح تولي ربما انا كي ندي الاخت نتاعي ولا زوجتي ولا بنتي راح نفرح، لانه راح نديها مستشفى او مصلحه ذات مقاييس دوليه، وحنا لازم نوصلها اليوم ولا غدوه ولا غير غدوه، لازم نمشيو للمقاييس الدوليه ونخليو المريض يبقى مطمئن ومليح. صراحه سيد عبد العزيز كعبوش، اليوم بعد هذه الحادثه وانتم مكلفون يعني بالاعلام، ربما صوره مستشفى ابن باديس اصبحت سوداويه، ربما الكثيرات يعني تتجهن الى العيادات الخاصه، كيف دوركم اليوم بعدما تم المستشفى قسنطينة ابن باديس وهو يلم 17 ولايه، ربما تكون جينتي لا تشوف الارقام تاع ولايه الشرق كل متواجدين، وحتى من الواد وكل الولايات، ولهذا الضغط وحاليا احنا لانه راهي في عمل، اذا المرضى كل نحطهم في طبق واحد، كي نحطهم في طبق واحد لان الطبق الاثنين وثلاثه واربعه راهم ورشه كبيره، اذا راح نلموهم كامل في طبق هذا، ولهذا الاكتظاظ يكون موجود 100%، لكن غدوه ان شاء الله كي ربما راح يعني تمشي المرضى يمشيوا البقعه الاخرى والعياده ربما راح تبقى الا الاشغال، راح ربما شهرين او ثلاثه ناخذ الوقت الكافي ست اشهر ولا، لكن راح تولي تحفه طبيه ملي كانت ربما كي تقولي سيئه جدا الحاله راح تولي ربما ممتازه، ودائما نقول انه اللي يستفاد الاول والاخر
هو المريض، إلا المريض والمريض فقط. نتمنى يعني أن لا نحتاج إلى وجود كوارث حتى نحسن الأوضاع. على كل سيد عبد العزيز كبوش، الأزمة تلد الهمة، لأنه مرينا بأزمة، الأزمة هذه راح تمد ربما همة وراح تمد نتيجة إيجابية جدا. لازم نمروا على المرحلة هذه، والمرحلة هذه أنا ما أعتبرهاش فشل، وما أعتبرهاش ما يشمل عن ما أعتبرهاش سيئة، أنا أعتبرها مرحلة مهمة ومهمة جدا، وتخلينا ربما ننطلقوا باش نصلحوا الأخطاء نتاعنا ونمشي ربما للامتياز. سيد عبد العزيز كعبوش المكلف بالإعلام على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل. شكرا على واجب. شكرا.